زاوية حرجة. أهلا بكم أينما كنتم. معركة الموصل قد بدأت بالتزامن مع قصف مدفعي من القوات العراقية وميليشيا الحشد الشعبي مع قصف جوي لطائرات التحالف على المدينة. وسط هذه الأجواء ترقب ومخاوف وتحذيرات جاءت على لسان الرئيس التركي رجب طيب أردوغان من نتائج وخيمة في حال لم تشارك تركيا في عملية الموصل، فيما صرح وزير الخارجية السعودي عادل الجبير بأن مشاركة الحشد الشيعي في معركة الموصل ستؤدي إلى حمام من الدم. أهلا بكم مستمعينا في حلقة جديدة من زاوية حرجة، حيث سنناقش هذه المحاور مع كل من ضيوفنا: الصحفي والمحلل السياسي العراقي حسين أسد، والمحلل السياسي العراقي أيضا علي فضل الله. بداية أبدأ من عندك أستاذ حسين، أهلا بك. أهلا وسهلا أستاذ حسين. يعني في البداية، هل تستحق معركة الموصل كل هذا الزخم العسكري والإعلامي والدعم الأمريكي والإيراني، سيما طبعا وأن عناصر داعش لا يتجاوزون سوى 6,000 في المدينة وفق آخر التقديرات؟ نعم، الجميع يعلم أن لمعركة الموصل أهمية كبرى وبالغة، باعتبار أن هذه المدينة هي المدينة التي انطلقت منها ما تسمى بدولة الخلافة، ومنها أعلن البغدادي عن الدولة الإسلامية كما يطلق عليها. وبالتالي هذه المعركة هي معركة مهمة بالنسبة للجانب العراقي الذي يسعى لأن تسير وفق ما هو مخطط له. يجب أن يطرد كل عناصر تنظيم الدولة الإسلامية داعش من هذه المدينة التي باتت عاصمة التنظيم في العراق، وبالتالي تحتاج الكبير من التحشيد، تحتاج الكثير من التحضير، تحتاج الكثير من الدعم، باعتبار أن التنظيم معروف عنه سيطرته على المدينة ومعرفته بهذه المدينة، حفره الأنفاق، تجهيزه للانتحاريين. بالتالي إذن هي معركة تستحق من الجانب العراقي أن يحضر لها كل ما من شأنه أن يحقق نجاح هذه العملية. نعم، أنتقل إليك المحلل السياسي علي فضل الله، مرحبا بك. بداية، الموصل تعد آخر معاقل تنظيم الدولة في العراق، وفيها كما يقال النخبة من أتباع أبو بكر البغدادي. برأيك، هل ستنجح القوات العراقية وداعميها في السيطرة على المدينة بسهولة، وهل سيلجأ التنظيم إلى استعمال أو تفجير أي أسلحة سامة كما أشارت واشنطن؟ بسم الله الرحمن الرحيم، وحياكم الله. أكيد كل الاحتمالات في هذه المعركة محتملة، لذلك القيادات الأمنية ومن فوقها القيادات السياسية أخذت بنظر الاعتبار كل الفرضيات وكل الاحتمالات، وبالتالي استعدت القيادات الأمنية لهذه المعركة استعدادا صحيحا وحقيقيا مدروسا. سبقه حقيقة هو، والأهم من كل ذلك هو تسوية الخلافات السياسية بين الفرقاء، وبالتالي موضوع التسوية السياسية وأداة القرار السياسي أعتقد سوف يعطي دافع إيجابي وعملي حقيقة للقيادات الأمنية للسير بنجاح والسيطرة حقيقة وتحرير نينوى. وهذا الموضوع أعتقد يحتاج إلى وقت. المعركة ليست سهلة ولكن ليست مستحيلة، القوات الأمنية أصبحت صاحبة خبرة في هذا الموضوع، تراكم الخبرة، حدة المعارك السابقة، كل هذه الأمور جعلت من القيادات الأمنية الميدانية جاهزة لهذه المعركة، وإن شاء الله النصر سوف يكون حليف العراقيين بإذن الله. نعم. أستاذ حسين، هل مشاركة ميليشيا الحشد الشعبي الشيعي جاءت بأمر من إيران ورغما عن البغدادي برأيك؟ يعني ألا يمكن القول أن مشاركة هذه الميليشيات ستؤدي حتما إلى تغيير ديموغرافي وقتل لأهل السنة، وبالتالي سيطرت إيران بأذرعها على المدن الاستراتيجية كما حدث في الرمادي؟ الحديث عن مشاركة الحشد الشعبي في هذه المعركة ربما هو أكبر بكثير من الواقع، باعتبار أن الحشد الشعبي بمكونه الشيعي حتى الآن لم يصل إلى الموصل. الفرق التي ستشارك في هذه العملية أو بدأت المشاركة هم يتشكلون أولا من أبناء العشائر وكذلك من المسيحيين والأيزيديين، وبالتالي الحديث عن تغيير ديموغرافي للمنطقة، عن عمليات انتقامية، يبدو أنه أكبر من الواقع، باعتبار أن رئيس الحكومة العراقية حيدر العبادي أكد أيضا أن ما
من سيدخل الموصل هو الجيش العراقي ولن تدخل ميليشيا داخل هذه المدينة لحساسية هذه المدينة. هناك تركيا، هناك السعودية، هناك إيران، هناك العديد من الأطراف التي تنظر إلى هذه المعركة بأهمية بالغة. لكن هذا الحديث لم يجري عندما كانت معركة الفلوجة والرمادي بهذا الحجم. العمليات تمت هناك بنجاح، حدثت خروقات، نتحدث عن خروقات إن كانت فردية أو إن كانت موجهة، ولكن لا تستحق هذا يعني خروقات ب900 أو 933 موثقين بالاسم قتيلا من أهالي الرمادي أعدموا على يد هذه الميليشيات. يعني هذه التقارير قد تكون حقيقية، ولكن من يثبت أن هؤلاء ليسوا عناصر في تنظيم الدولة، ومن يثبت أنهم مواطنون وليسوا من عناصر التنظيم؟ يجب أن ندقق في هذه التقارير بشكل جيد، يجب أن نعلم، لا سيما وأن التنظيم يستخدم المواطنين كدروع بشرية أولا، بالتالي التنظيم هو الملام الأول عن إراقة أي قطرة دم عراقية في معركة الرمادي أو الفلوجة أو الموصل. وكذلك من يضمن للعراق والحكومة العراقية أن التنظيم لن يلجأ لتسريب مقاتليه مع المدنيين من أجل العودة مرة أخرى وإعادة ترتيب صفوفه في مرحلة مقبلة؟ هذه أسئلة يجب أن تثار قبل أن نتحدث عن خروقات لم تحدث حتى الآن في معركة الموصل تحديدا. يعني هذه المخاوف كانت قد ألقيت من على لسان وزير الخارجية السعودي عادل الجبير أيضا والرئيس التركي رجب طيب أردوغان. يعني يقول رجب طيب أردوغان بأنه العواقب ستكون ضخمة في حال عدم مشاركة القوات الكردية أو عفوا التركية في الموصل، وستكون لها عواقب وخيمة. برأيك ما هي هذه العواقب التي يتخوف منها أردوغان؟ يعني تركيا بصورة عامة تتحدث عن احتمالية إحداث تغيير ديموغرافي في الموصل، هذه المدينة التي لها ثقل تاريخي ولها ثقل جغرافي بالنسبة لتركيا، وأيضا معظم من يسكنون هذه المدينة هم من العرب السنة والتركمان السنة، إضافة إلى أقلية من المكونات الأخرى. ولكن السؤال الأهم، لماذا إن لم تشارك القوات التركية في هذه العملية سيحدث كل هذا؟ ومن يضمن أن لا يحدث صدام على الأرض بين القوات العراقية من جهة والميليشيات وأيضا القوات التركية، وبالتالي تنحرف العملية عن مسارها؟ العملية تهدف لتحرير الموصل، سيشارك فيها الجيش العراقي، البيشمركة، دعم من التحالف الدولي، وبالتالي الموقف التركي ربما هو مستغرب، لماذا تحذر من حرب مذهبية وإقليمية في حال لم تشارك القوة التركية؟ هناك تخوفات، وهي تخوفات مشروعة. هناك من يخشى من عمليات انتقامية، كانت هناك تصريحات لبعض قادة الميليشيات تتحدث عن أن هذه المعركة هي معركة ثائر من قتلة الحزين، ولكن هذه التصريحات إن أخذت على محمل أنها ستكون عملية انتقامية من السكان، من سكان الموصل، فهذه تخوفات مشروعة، ولكن الواقع لا يقول هذا، بدليل أن ما حدث في تكريت في صلاح الدين، ما حدث في الفلوجة في الرمادي، لم تكن هناك عمليات إبادة أو عمليات انتقام بالنسبة لسكان المناطق، على العكس من ذلك نجد أن كثيرا من المقاطع المصورة تثبت وتظهر أن الأهالي استقبلوا الجيش العراقي برحابة صدر بعد أن تخلصوا من تنظيم الدولة الإسلامية. يعني أستاذ علي، يعني ألا تعتقد بأن السيناريو سيتكرر كما حصل في الرمادي؟ يعني الأمر الممنهج الذي يحدث في أي منطقة يدخلها الحشد أو يشارك في القتال إلى جانب القوات العراقية براياته هي تدمير، طبعا هذا ما يحصل دائما، تدمير السجلات العقارية والمدنية وتهجير أغلب السكان، وعليه فإن الواقع الذي يراد له أن يفرض هو قدوم الحشد الشعبي براياته الثأرية والطائفية أيضا. سيدي الكريم، مع جل احترام لهذا الرأي، أعتقد هذا الرأي خاطئ، والدلائل الحقيقية التي على أرض الواقع أنه هذا الموضوع كان منسيا حقيقة من أرض الواقع جملة وتفصيل، فإذا ما إلى معارك صلاح الدين وتكليف ومن ثم تطهير هذه المناطق وهذه المحافظات من قبل القوات الأمنية والحشد الشعبي. في المناسبة الحشد الشعبي أصبح قوة حكومية خاضعة للقانون العراقي، خاضعة لسلطة القائد العام للقوات المسلحة، وبالتالي هي ليست ميليشيات. هذا واحد. الجانب الثاني أنه أهالي صلاح الدين بعد انتهاء عمليات التطهير والتحرير
في مناطقهم عادوا بكل سلام دون وجود حقيقة تخوف وتطهير من قبل القوات الشيعية باتجاه المكون السني. هذا الموضوع وهذه المخاوف للأسف تثيرها السعودية وتركيا، وللأسف هي من تعمل على هذا الشيء. فإذا ما عدنا إلى حكومة أردوغان حقيقة وما حصل في الانقلاب المفبرك من قبله باتجاه الدفاع التركي، أعتقد دليل قاطع على أنه أردوغان وحكومته هي بعيدة كل البعد عن حقوق الإنسان، بل هي عطلت حقوق الإنسان وانتهكت. إذن أعتقد هو شبيه الشيء منجذب إليه، كذلك عدم السعودية والجانب السعودي والجانب التركي يعطي أشياء ليست على أرض الواقع. يا عزيزي يا سيد الكريم، قوات الحديد الشعبي قوة خاضعة لسلطة الحكومة العراقية. الحكومة العراقية هي من تقرر المشاركة من عدمه. حقيقة توزيع المهام في معركة الموصل أعتقد يبين وينم عن تنسيق عالي في الحكومة العراقية للاتفاق مع حقيقة حكومة إقليم كردستان بالإضافة للتعاون مع التحالف الدولي. كل هذه الأمور أعتقد سوف تعطي دافع إيجابي لتحرير حقيقة محافظة نينوى، ومن ثم عودة الأهالي. وللأسف كنا نتمنى أن هذا التخوف يكون موجود باتجاه داعش عندما دخلت إلى نينوى والموصل وعملت على التطهير الطائفي وأزالت مكونات وأقليات من نينوى وأبقت على مكون معين. هذا التخوف لم يكن موجود قبل سنتين حقيقة من قبل الجانب السعودي أو الجانب التركي. الآن والقوات العراقية وقد حقيقة أحاطت كل هذه الأمور بعلم التحالف الدولي، بالإضافة إلى تواجد جميع الفضائيات والإذاعات العالمية، حيث تقريبا تغطي الإذاعات العالمية المعركة، وبالتالي هذه الأمور هي مشاهدة وليست معتمة، وبالتالي الفضائيات غير مقبولة. ما موجود على أرض الواقع غير ما تفضلتم به. إذن العراق ماضي إلى تحرير أرضه، والحشد الشعبي هو جزء من مكون القوة العسكرية والأمنية، وهو خاضع لسلطة القائد العام للقوات المسلحة. نعم، الحشد الشعبي العراقي قد حوكم، يعني البعض يقول اتبع للحوكمة، أي أصبح من ضمن القوات العراقية أو الجيش العراقي الآن. ألا تعتقد يعني بأن هو يلبس الآن الزي العسكري العراقي ويقاتل بعلم عراقي، لكن النهج مختلف تماما؟ كيف تقرؤون ذلك؟ حقيقة السؤال غير واضح، ولكن ما فهمته. نعم نعم، أعيد سؤالي، أعيد سؤالي لك. يعني نعم. الآن الحشد الشيعي أو الشعبي الآن وضع تحت إمرة القوات العراقية وأصبح من ضمن تشكيلات القوات العراقية الرسمية. ألا تعتقد بأن هذا الحشد يرتدي الزي أو زي الجيش العراقي ويقاتل بالعلم العراقي، لكن النهج مختلف تماما؟ يعني هو الآن يقاتل ولكن قتاله باسم آخر، هو باسم القوات العراقية أو الجيش العراقي، ولكن النهج مختلف. نعم 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 سيد الكريم، ابتداء الحشد الشعبي مكون جاء بعد فتوى الجهاد الكفائي من قبل المرجع الديني السيد علي الحسين السيستاني. هذا الرجل لا يؤمن بولاية الفقيه، وهو حقيقة ساكن في مدينة النجف وهي عراقية. إذن القرار أو الأساس أو المكون أو المبدأ من تكوين الحشد الشعبي كان من قبل صوت ومرجعية دينية عراقية. هذا جانب. الجانب الثاني أنه أصبح من جزء من مكون العسكري والأمني للحكومة العراقية، إذن هو خاضع لسلطة الحكومة العراقية. أما التخوفات التي تثار من هنا وهناك، أعتقد الغرض منه السياسي قبل أن يكون أمني حقيقة عسكري. إذن كل هذه الأمور أعتقد غير حقيقية وغير واقعية، وبالتالي هذه الأمور من خلال المعارك السابقة أصبحت في طي النسيان. إن من يدعي عليه أن يثبت، ولكن نستطيع أن نفرض مئات الفرضيات، ولكن إثبات الفرضيات أعتقد ليس بالشيء السهل. لذلك يجب أن نحترم حقيقة الأمور التي تقع على أرض الواقع. الحشد الشعبي استقبل من قبل الأهالي في المناطق المحررة في الخالدية والفلوجة والرمادي وصلاح الدين حقيقة بالأهازيج والورود، وعادوا الأهالي إلى مناطقهم بكل كرامة. وكل هذه الأمور كانت مراقبة وممنهجة من قبل الحكومة العراقية، وحقيقة كل هذه الأمور هي خاضعة لسلطة القانون. إذن أعتقد هذه التخوف ليس لها حقيقة وليس لها واقع، وبالتالي التخوف أعتقد الذي يثار من هنا وهناك ليس له داعي.
نعم أستاذ حسين، يعني العواقب ستكون ضخمة لهذه المعركة على الصعيد الإنساني، هذا ما يقوله خبراء ومحللون ومراقبون أيضا. هل الضمانات التي قدمت كافية لحماية المدنيين، ومن سيكفلها؟ يعني من حيث المبدأ لا ضمانات في هذه المعركة. هذه المعركة تستخدم السلاح الثقيل، القصف الجوي، القصف المدفعي العنيف، وبالتالي الضمان الوحيد هي أن يستجيب الأهالي لنداءات الحكومة العراقية وأن يبتعدوا قدر الإمكان عن المناطق التي قد تكون ضمن دائرة الاستهداف، أن يلازموا منازلهم. هذا ما طلبته الحكومة العراقية من أهالي الموصل، لا سيما وأن هذه المعركة برأيي لن تستغرق وقتا طويلا من حيث القضاء على تواجد التنظيم في الموصل. التنظيم انسحب بالشكل شبه فعلي من هذه المدينة، معظم القيادات هربت من الموصل باتجاه الرقة. نعم. بالتالي هي المعركة لن تطول كثيرا، لكن هذه المعركة ليست فقط معركة سلاح بين جهتين، بين الحكومة العراقية من جهة وتنظيم داعش الإرهابي من جهة أخرى، وإنما هناك معركة قادمة هي معركة تأهيل وإعادة تأهيل الموصل نفسيا، لا سيما وأن التنظيم حكم هذه المدينة لأكثر من عامين وطبق فيها ما يسميه هو بالشريعة، وبالتالي الأهالي هناك اعتادوا على مشاهد الذبح والقتل واعتادوا على المدارس الشرعية، بالتالي هناك حاجة أولا إعادة تأهيل الموصل وأهالي الموصل نفسيا، وكذلك من أجل إعادة ثقة الموصل بالحكومة العراقية وبالجيش العراقي الذي كان توازنه وتصرفاته وتصرفات القيادات العسكرية أنذاك أحد أسباب سيطرة التنظيم على هذه المدينة، وهذا الجزء الأكبر من اللوم فيه يقع على الرئيس على رئيس الحكومة السابق نوري الملك، الذي يعد أحد أسباب سيطرة التنظيم على العديد من المناطق العراقية بإقصائه وتهميشه ومعاداته لبعض مكونات الشعب. إذن نحن أمام اختبار صعب، أمام مرحلة مهمة جدا، هي مرحلة أن تكون أو لا تكون. بالتالي خروج داعش من الموصل لا يعني النهاية، وبالتالي قد تكون المدينة مهيئة لما هو أتعس من تنظيم داعش إن لم تتمكن الحكومة من إعادة الثقة لأهالي الموصل. نعم أستاذ علي، كيف تقرأ ما قاله أستاذ حسين بأنه الآن الموصل بحاجة إلى تأهيل نفسي وإعادة الثقة بالجيش، وبأن الرئيس الحكومة السابق نوري المالكي أو رئيس حزب الدعوة نوري المالكي هو السبب في سيطرة التنظيم على الموصل أيضا؟ قد يتحمل السيد المالكي جزء كبير من هذه المسؤولية وهذه الانتكاسة، ولكن هناك حكومة محلية داخل نينوى كانت مشتركة حقيقة، وهي مسؤولة قانونيا وحقيقة دستوريا أمام هذه الانتكاسة. إذن المسؤولية كانت مشتركة بين الحكومة الاتحادية والحكومة المحلية، وحقيقة ما أشار إليه ضيفك الكريم أعتقد هي وقائع فعلا ويجب أن تؤخذ بنظر الاعتبار، وأعتقد الحكومة العراقية أعدت العدة لهذا الموضوع وهيئة البرامج المجتمعية التي من خلالها سوف تعمل على دمج المجتمع الموصلي حقيقة مع الشعب العراقي. حكم المجاميع التكفيرية لمدة عامان حقيقة لمحافظة نينوى أعتقد له انعكاسات سلبية سواء على المستوى المجتمعي وكذلك المستوى الثقافي وحيث الأمني. نحن مقبلون حقيقة ما بعد تحرير نينوى على حرب أمنية، لذلك الحكومة العراقية أخذت بنظر الاعتبار أن هنالك ما بعد تحرير نينوى معركة أمنية، لذلك يجب أن تأخذ هذه الأمور بمجملها بنظر الاعتبار ويجب أن تعد العدة لهذا الموضوع. هنالك خطط سواء على مستوى المعركة، خطط نوعية استراتيجية جديدة ليست كلاسيكية قديمة كما كان متبع في المعارك السابقة، هنالك خطوات وإعدادات حقيقة كبيرة لهذه المعركة، هنالك تحضيرات لما بعد المعركة وعودة النازحين، هنالك جنبا إنسانيا معدة حقيقة لخروج الأهالي أثناء هذه كل هذه الأمور. أعتقد هنالك حسابات وخطط ودراسات من قبل الحكومة العراقية هيئتها وعدتها من قبل الوزارات الساندة لتجاوز هذه الأزمة، وبالتالي تحرير نينوى يجب أن يسبقه تحرير إنساني قبل التحرير العسكري والأمني.
نعم، يعني هل تعتقد بأن المعركة ستكون طويلة؟ هناك من يقول بأن أنصار البغدادي أو أتباع البغدادي هم موجودون في تلك المنطقة ولهم خبرة عسكرية طويلة في تدريب العناصر وهم من المؤسسين لهذا التنظيم. هل تعتقد بأنها ستطول هذه المعركة؟ وهل سيتمكن داعمو الجيش العراقي وميليشيا الحشد الشعبي من الدخول إلى الموصل؟ أم هل ستكون طويلة الأمد هذه المعركة ولن تكون تقليدية هذه الحرب؟ سيد الكريم، إذا ما أخذنا الأمور بواقعية حقيقة وعقلانية وابتعدنا عن العاطفة، أعتقد هنالك مؤثر خارجي كبير على سر المعركة، ألا وهو قرب الانتخابات الأمريكية وبالتالي وجود الديمقراطيين في الحكومة وطموحهم في تجديد الولاية الثالثة. هذه الأمور سوف تدفع حقيقة وسوف تستثمرها الحكومة العراقية، وبالتالي موضوع الدعم من قبل جانب التحالف الدولي للحكومة العراقية في هذه المعركة سوف يكون مكثف وكبير، ليس كما كان في مثيلاتها السابقة. إذن هذا الجانب إذا ما أخذ بنظر الاعتبار، أعتقد سوف تكون المعركة ليست بطويلة الأمد، معركة تحتاج إلى أيام، ولكن حقيقة هي معركة نوعية لا تنظر إلى الوقت وتحترم الوقت بقدر ما تحترم المعطيات التي على أرض الواقع. يعني تأخير المعركة من تقديمها، كل هذه الأمور تعود للقيادات الميدانية العسكرية، هي من تقرر العجلة أو البطء في سير المعركة من خلال الدراسة على أرض الواقع. هنالك حسابات على الورق وهنالك حسابات حقيقية سوف تكون موجودة على أرض الواقع. وأطمئن الحقيقة المستمع أنه الحكومة العراقية من خلال الجهاز الاستخباري استطاعت أن تخترق حقيقة المجاميع التكفيرية، ولديها مصادر كبيرة وهنالك مصادر. ماذا تقصد هنا بالمجامع التفسيرية؟ نعم، التنظيم داعش، يعني هذه المجاميع اعتقد عاثت في الارض فساد، اهلكت الحرثة والنسل حقيقه. نعم. وهدمت الصوامع والجوامع واستطاعت حقيقه حتى للاسف ان تبحر الحضاره التاريخيه لهذه المحافظه العريقه. كل هذه الامور اعتقد الحكومه العراقيه تعاملت معها بعقلانيه، وتاخير سير المعركه والبدء بها، كل هذه الامور جعلت الحكومه العراقيه تتاخر في البدء بمعركة تحرير نينوى. إذن العقلانية والحسابات البعيدة الاستراتيجية والخطط النوعية حاضرة لدى الحكومة العراقية، وبالتالي المعركة ليست بالقليلة أو القريبة وليست بالبعيدة بنفس الوقت، ما بين هذا وذاك. أعتقد سوف تكون المعركة بمتناول إن شاء الله القوات الأمنية العسكرية العراقية وكذلك قوات الحشد الشعبي. نعم، أستاذ حسين، هل تعتقد بأن معركة الموصل ستنتهي قبل ولاية الإدارة الأمريكية الجديدة؟ ألا تعتقد بأن أوباما لا يريد أن يخرج خالي الوفاض من البيت الأبيض دون أن يقول بأنه حقق نصرا له وللحزب الديمقراطي أيضا؟ وهذا هو العامل الأساسي في معركة الموصل. واشنطن تريد من هذه المعركة أن تسجل انتصارا في سجل الديمقراطيين قبل الذهاب إلى الانتخابات الرئاسية، وبالتالي هذه هي النقطة ربما الأساسية والأهم من خلال الدعم الأمريكي الذي تقدمه واشنطن ودعم التحالف الدولي. أعتقد أن معركة الموصل لن تكون معركة طويلة على المستوى العسكري، ولن تختلف ربما كثيرا عن ما حدث في جرابلس ومناطق شمالي سوريا. التنظيم انسحب من هذه المناطق ربما حتى دون مقاومة، لأنه واجه للمرة الأولى قوة حقيقية كانت ستخيره بين أن ينسحب وبين أن يسحق، وبالتالي هو قرر الانسحاب. وما يحدث في الموصل اليوم من عمليات انتحارية تستهدف القوات العراقية من جهة، تستهدف قوات البيشمركة، ما هي إلا محاولة لكسب الوقت من أجل انسحاب قيادات التنظيم من الموصل باتجاه الرقة. إذن هي معركة لن تطول كثيرا على المستوى العسكري، ولكن المهم في معركة الموصل هو ما بعد المعركة وما بعد التحرير من إعادة تأهيل لسكان الموصل نفسيا، وإخراج تنظيم الدولة الإسلامية داعش الإرهابي من نفوس الأهالي بعد أن حكمهم لعامين بالسيف والنار، واعتاد الأطفال بالدرجة الأساسية، جيل كامل من الأطفال اعتاد على مناظر الذبح والقتل، وبالتالي هذه الأمور كلها تحتاج إلى مراعاة وإعادة حسابات. والنقطة الأهم في الموصل هي إعادة ثقة أهالي نينوى وأهالي الموصل بالحكومة العراقية، وهذا هو الجهد الأكبر الذي يقع على حائطق حكومة بغداد من أجل إعادة الثقة والتوازن إلى هذه المنطقة تحديدا. نعم، أستاذ علي، هل تعتقد بأن القوات العراقية جاهزة وقادرة على تثبيت موطئ قدم لها في
الموصل دون أن تتعرض لانتكاسات أو لحروب عصابات، وأنت تعلم أن تنظيم الدولة هو خبير في هذا الشأن أو في هذه الحروب. أعتقد هي الصعوبة سوف تكون في قلب نينوى، مدينة الموصل يعني. نعم. أعتقد سوف تكون المعركة الحقيقية في هذا المكان، وحقيقة الكثافة السكانية ووجود نعم، المباني نحن نتحدث عن مليون يعني تقريبا. بالضبط يعني هذه الأمور حقيقة يعني تم دراستها بشكل مفصل ودقيق جدا وعلى مستوى زمني كبير. تم حقيقة عقد اجتماعات وجلسات أمنية وعسكرية بهذا الموضوع، وتمت استشارة خبراء في هذا الموضوع، وبالتالي الخطط العسكرية الأمنية الموضوعة لتحرير نينوى بصورة عامة والموصل بصورة خاصة أخذت بنظر الاعتبار هذا الجانب. موضوع الانتكاسة أعتقد بعيد عن القوات الأمنية. لماذا؟ حقيقة المعارك السابقة جعلت من القوات العراقية تحديدا قوات مكافحة الإرهاب والتدخل السريع وكذلك قوات الحشد الشعبي قوات مدربة تدريبا كثيفا دقيقا على هكذا حروب، وبالتالي موضوع المفاجأة باتجاه القوات العراقية أعتقد لا يكون موجود أو ضئيل، بينما الحقيقة وأن أكون قريب من هذا الموضوع أعتقد سوف تكون هنالك مفاجآت كبيرة من قبل القيادات الميدانية العسكرية العراقية باتجاه التنظيمات حقيقة التكفيرية. إذن من يمتلك عنصر المفاجأة الأكبر هي القيادات القوات الأمنية العراقية، وبالتالي موضوع المفاجأة باتجاه داعش سوف يكون موجود في كل لحظة، والمناورة حقيقة والمفاجأة وتغيير مسار المعركة موضوع بنظر الاعتبار. لذلك أخذت القيادات الأمنية فرضية الاحتمالات بنظر الاعتبار، ووضعت حلول لكل احتمال ولكل فرضية سوف تكون موجودة على أرض المعركة. نعم، المحلل السياسي العراقي علي فضل الله كنت معنا، شكرا جزيلا لك. ابقى معي أستاذ حسين، يعني في حال أصرت بغداد على عدم مشاركة الأتراك في المعركة، ما هو السيناريو المتوقع؟ يعني سيما بعد تصريحات تركية أكدت وجود إجراءات أو خطة بديلة ستدفع بها أنقرة. نعم، يعني صباح اليوم وصل وفد من وزارة الخارجية التركية إلى بغداد من أجل دراسة هذه الأزمة، احتواء هذه الأزمة. عاد الوفد إلى أنقرة، ومن المتوقع أن يغادر وفد آخر مساء اليوم، وفد رفيع المستوى، من أنقرة إلى بغداد من أجل دراسة هذا الموضوع باستفاضة أكثر. أنقرة لديها الخطة باء والخطة جيم، هي لم تفصح عن هذه الخطط بشكل واضح، ولكن هناك بعض التسريبات التي تقول إن أنقرة قد تعتمد على دعوة إقليم كردستان العراق من أجل التدخل بسيناريو الخطة باء، وإن لم تنجح هذه الخطة فهناك الخطة جيم والتي تعتمد على دعوة الجيش التركي من قبل العشائر السنية وأهالي نينوى من أجل التدخل في هذه المعركة. ولكن حتى الآن أنقرة ربما تدرس الخيار السياسي الذي يعتمد على موافقة بغداد، بالتالي إن وافقت بغداد على تدخل تركيا في هذه المعركة فقد تمضي هذه المعركة باتجاه أقصر من حيث التنفيذ ومن حيث النجاح الذي قد يكتب لها. أيضا أنقرة أرسلت تعزيزات عسكرية إلى شرناق وإلى سيلوبي مع الحدود العراقية، هي تخشى من موقف نزوح أولا، وتخشى من تسلل إرهابي داعش عبر هذه الموجة من النزوح إلى الأراضي التركية. إذن هي أنقرة تصر على هذه المعركة والتواجد فيها ليس فقط من أجل الخلاص من التهديدات التي تتعرض لها تركيا من قبل حزب العمال الكردستاني وتنظيم داعش، بل من أجل أن تثبت أو تثبت موطئ قدم لها في العراق كما هو الحال الآن في سوريا، وهذا أمر إقليمي ودولي، وكذلك الحال بالنسبة لروسيا والولايات المتحدة، كل يبحث عن قطعة في هذه الكعكة سواء العراقية أو السورية. نعم، ابقى معي أستاذ حسين. ينضم إلينا أيضا من جديد المحلل السياسي العراقي واثق الجابري. أستاذ واثق، مرحبا بك. بداية يعني بداية الآن معركة الموصل بدأت، وهذا الزخم العسكري والإعلامي وأيضا الدعم الأمريكي والإيراني لهذه المعركة، في هذا السياق أريد أن أسألك، لماذا لم تدعو حكومة العبادي الدول العربية إلى المشاركة في هذه المعركة وسمحت لإيران وميليشياتها بالمشاركة؟ هل القوات العراقية غير قادرة على تحرير المدينة بنفسها؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم وتحية لضيوفكم الكرام.
بدأ يعني العراق اليوم يعني عانى وما عانى من يعني مسألة الإرهاب ويعني وهذه الهجمة الشرسة التي تعرض لها. هذه الهجمة يعني تعرض لها العراق منذ يعني عام 2003 لحد الآن. نعم. هي ليست يعني اليوم داعش يمثل نهاية ركام ومخلفات الأنظمة الدكتاتورية والحقب المظلمة ويعني ربما انحرافات التاريخ هي يعني كانت في تمثلت في داعش. أما اليوم يعني لكن يعني الأنظمة أنتم سألتم عن الأنظمة العربية لماذا لم تشارك أو لماذا لم يدعو العراق يعني الدول العربية. للأسف العراق خلال هذه السنوات يعني معظم الدول العربية كانت تنظر بنظرة سلبية يعني تجاه النظام العراقي الجديد. أولا بعض الدول العربية كانت ربما يعني في البداية متوجسة من الديمقراطية لأن معظم الأنظمة العربية كانت أنظمة دكتاتورية. إلى أن الديمقراطية أم التبعية لإيران؟ الديمقراطية أم التبعية لإيران في هذا النظام؟ لا ليست تبعية لإيران. اليوم نحن إذا تحدثنا عن العراق العربي ونقول إن العراق يجب أن يكون دولة عربية وإذا كان الاتهام موجه إلى أكثر من 60% من العراقيين أنهم ليس عراقيين أو أنهم تابعين لدولة، إذن أين عراقية العراقيون إذا كان 60% تبعية لإيران و 20% كورد؟ إذن أين عروبة العرب لا العراق؟ لكن نقول أن العراق عراقي يعني بلد عربي ويحتفظ بعلاقاته يعني مع الدول العربية. الدول العربية للأسف كانت متأخرة حتى في فتح سفاراتها مع العراق. نعم. الدول العربية يعني حدودها يعني ربما حتى العراقيين يحصلون على مضايقات وشروط معينة عند دخولهم إلى هذه الدول. الدول العربية متوجسة من هذا النظام، اعتقدت أن هذا النظام ربما تبعية، لكن هي يعني ربما العراقيين في بعضهم في طوائفهم الشيعة والسنة وكذا هذه أشياء تعود للأشخاص، لكن هذا لا يعني ان الاشخاص في تبعيتهم ربما يعني في من نفس المذهب الذي يعتنق الايرانيون، لكن ليس بالضروره ان تكون هذه التبعيه. اما مساله قلتم الميليشيات اليوم يعني هذه الفصائل التي تسمى يعني الكثير يطلقون عليها ميليشيات هي فصائل انضمت اليوم اصبحت بصوره رسميه، بل حتى العشائر العربيه اليوم من المناطق الغربيه من المناطق السنيه من حتى من نينوى من تل احصار من غيره من المسيح ايضا انضوت تحت يعني مظله الحشد الشعبي الذي يقاد من قبل الحكومه العراقيه ومن قبل القائد العام للقوات المسلحه. نعم. استاذ علي يعني عفوا استاذ حسين يعني بدايه لماذا البعض يقول يعني في قراءه البعض يتساءل بان تركيا تريد المشاركة في هذه المعركة لأن الأمر يتعلق بنزوح الآلاف إليها من مدينة الموصل، والبعض الآخر يقول هو فقط لاستكمال عملية تطهير حدودها، كيف تقرؤون ذلك؟ يعني فقط بداية دعني أعلق على سؤالك للضيف الكريم، لماذا العراق لم يدعو الدول العربية المشاركة في هذه العملية؟ لماذا الدول العربية ذاتها لم تدعو العراق المشاركة ضمن التحالف الإسلامي الذي أطلق من الرياض؟ لماذا تتوجس الدول العربية من العراق ولا تريد المشاركة، ولكن عندما تتحدث عن العراق تتحدث عنه كطوائف لا تتحدث عن العراق كبلد؟ هذا الموضوع يعود إلى الدول العربية التي لم تحتضن العراق منذ 2003 ونظرت إليه كأنه تابع لإيران، وبالتالي هذا الأمر بات صورة ذهنية عند معظم الدول العربية، نتحدث عن أنظمة وللأسف عن الشعوب. أما فيما يخص تركيا تريد أن تتواجد في الموصل لما تحوي هذه المدينة من ذكريات تاريخية لتركيا، كانت ولاية عثمانية وكذلك طوائف ومكونات هذه المدينة ترتبط مع تركيا عرقيا ومذهبيا، وما فعلته تركيا من نجاح يحسب لها في شمال سوريا من تطهير الحدود من سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية داعش، تريد أن تعيد السيناريو ذاته في العراق، أن تتواجد في هذه المنطقة، أن تتواجد كقوة. وبالفعل نتحدث اليوم عن تركيا، نتحدث عن قوة إقليمية، لا أحد يستطيع أن ينكر هذه الحقيقة، أن تركيا اليوم تمثل قوة إقليمية فاعلة، دول كبيرة، واشنطن، موسكو، الكل يحاور تركيا كأنها دولة ذات نفوذ قوي وذات قوة في المنطقة من حيث التأثير على
أطراف النزاع من حيث القوة العسكرية، وبالتالي أنقرة استاءت من عدم دعوة بغداد لها المشاركة في هذا في هذه المعركة، استاءت من عدم وجود مكان لها في هذه المعركة بالرغم من وجود قوات دولية في معركة بحر الموصل سواء بالدعم أو بالقتال، وبالتالي هي تريد أن تكون جزءا من هذه المعركة أولا من أجل التواجد في الخارطة الإقليمية، وثانيا من أجل ضمان حدودها وضمان التواجد بالقرب من مناطق سيطرة أو تواجد مقاتلي حزب العمال الكردستاني يضمن لها وفق التفويض البرلماني أن تشن عمليات عسكرية خارج الحدود ضد مواقع حزب العمال الكردستاني، وهو ربما أحد الأسباب المهمة لأنقرة للتواجد في العراق. نعم، كيف تقرؤون ذلك أستاذ واثق؟ يعني ما قاله الأستاذ حسين بأن الدول العربية لم تحتضن العراق فيما سبق، ألا تعتقد بأن للنظام أهمية؟ يعني العشائر السنية في العراق همشت ولم يسمح لها لا بالتسليح ولا بالدعم، حتى الولايات المتحدة أو الاحتلال أو احتلال التحالف الدولي للعراق عندما خرج سلم كل الأمور لإيران وأنشئ نظام إيراني في العراق هو نظام الملكي. سيد الكريم، يعني أولا هاي مسألة يعني النظرة إلى يعني مسألة التهميش التي ربما يعني تداولها كثير الإعلام، أنا أعتقد هذه الـ يعني الوصف غير صحيح. يعني مسألة التهميش بما معناه أن اليوم النظام العراقي كأنما هنالك نبرات تدل على أن النظام السابق كان يعني مساوي بين أفراد الشعب العراقي، واليوم هناك تهميش، لكن اليوم النظام العراقي هو نظام ديمقراطي يسمح للكل بالمشاركة، بل المشاركة على أساس النسب المجتمعية وعلى أساس المحافظات الغربية لماذا لم يسمح للحشد العشائري السني بالمشاركة في معركة الرمادي؟ يعني بنسب قليلة جدا. ومن قال أن الحشد العشائري لم يشارك؟ أبناء الرمادي هم كانوا السباقون في دخول الفلوجة وفي دخول الرمادي، وأبناء العشائر هم من قاتل هم من بدأوا بالصحوات، من أسس للصحوات في العراق لقتال القاعدة، ثم بعدهم الأطراف الإرهابية ثم داعش. اليوم العشائر الرمادي هي من تمسك الأرض، هي من تحرر، هي من تتقدم أمام القوات المسلحة، واليوم هي من تدير حتى عمليات المساعدات وعمليات النزوح والأمن. أما مسألة يعني اليوم قلنا أن اليوم نظام العراق نظام ديمقراطي يسمح بالتمثيل النسبي والتمثيل على أساس المحافظات. يعني اليوم يعني إذا كانت محافظة نسبتها لنقل 5% و10%، هذا يعني لا يعني أننا نعطيها 50%. نحن لا نقسم العراق على أساس طوائف، بل نقسم العراق على أساس شعب وعلى أساس سكان وعلى أساس مدينة، والكل ممثلون اليوم ممثلون في مجلس النواب وفي الحكومة وفي الإدارات المحلية وفي مجالس المحافظات، الكل التمثيل موجود والشراكة موجودة في القرار، لكن يعني البعض يعني هو اليوم ما أعطى للعرب هذه الصورة وأعطى للعالم حتى لأمريكا ما أعطاهم بعض السياسيين الذين ربما يعني استخدموا هذا الخطاب الطائفي لأجل الحصول على مكاسب يعني والحصول على أصوات. هذه طبعا بالطبع هي ليست عند أبناء المناطق الغربية والسنة فقط، وإنما حتى في الشيعة بعض قادتهم استخدموا هذا الخطاب لأجل الحصول على أصوات. لكن نعتقد اليوم يعني مسألة العودة إلى عراق موحد ومسألة اليوم المعركة في الموصل، اليوم أعتقد هذه المسألة وحدت العراقيين وزادت الحماسة، يعني حتى العمليات العسكرية حتى ربما كان هنالك شد وجذب بين كردستان والحكومة المركزية وغيرها، اليوم كل الجهود موحدة، الكل ينظر إلى يعني أول الأولويات وهي القضاء على داعش. يعني اليوم داعش لم يرحم أحدا، بل كان من أكثر المتضررين الذين كانوا ينادون بالتهميش. اليوم ماذا حصل لهذه المناطق التي يدعون لها التهميش؟ اليوم قتل أبنائها، سلبت أموالها، انتهكت عربها، تعرضوا لشتى الوسائل. اليوم لو كان العرب صادقين وبالفعل هم يعملون إلى هذه المناطق لناصروا أبناء هذه المناطق للثورة على داعش، لدافعوا عنهم على داعش. هم يتحدثون أحيانا عن انتهاك معين، وربما نقول هي حرب تحدث فيها انتهاكات، لكن لم يتحدثوا عن الانتهاكات التي اقترفها داعش طيلة هذه السنوات، الجرائم سبي النساء غيره، يعني إغراق، الحرق بالماء الحار وفي القير والإلقاء من شتى الوسائل وشتى الجرائم المختلفة تبع هذا، لم يتحدث عنها العرب، هم يتحدثون
عن 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 مسائل سطحية. ربما هذه المسائل هي من تفرق الشعب العراقي، لم يتحدثوا بالعدو الأول داعش، الذي اليوم العراقيين انتبهوا إلى هذه العدو وتوحدت صفوفهم من أجل القضاء عليه. نعم، يعني برأيك كيف ستؤثر معركة الموصل جيوسياسيا على العراق وحتى على نظام الحكم في العراق؟ ألا تعتقد بأن إيران ستمد بأذرعها أغمق وأعمق أيضا في العراق من خلال هذه المعركة التي هي تشارك فيها، أو الحشد الذي يشارك فيها تحت مسمى القوات العراقية الرسمية؟ يعني أنا أريد أعرف يعني أين هو الحشد الإيراني، أو أين هي القوة الإيرانية في الولاء أو في المنهج أستاذ واثق؟ في الولاء، نحن قلنا إذا كانت العقائد، يعني إذا كنا إذا كانت إيران شيعية والجيش العراقي معظمه شيعي، حتى في زمن يعني الزمن النظام السابق كان معظم الجيش هو شيعيا، يعني هل نبدل يعني عقائدهم ونبدل جنسياتهم ونبدل انتماءاتهم؟ هذا لا يمكن. أما يعني مسألة اليوم قصدت النهج ولم أقصد العقيدة أستاذ واثق، قصدت النهج. يعني إيران هي ماذا فعلت إيران مثلا؟ يعني اليوم لولا الحشد الشعبي ولولا قوة على العالم اليوم، ليس العرب فقط، على العالم كله أن يشكر العراقيين، أن يشكر مرجعياتهم الدينية التي حافظت على السلم الأهلي في العالم. لولا اليوم الحشد الشعبي ولولا يعني أبناء العشائر الشرفاء من أبناء الرمادي والموصل والفلوجة وصلاح الدين الذي يقاتلون صفا إلى صفا مع أخوانهم، لوصل اليوم لاحتلت داعش الخليج العربي، لاحتلت داعش السعودية وسيطرت على 10 ملايين برميل نفط، لا استطاعت أن تمتلك القنابل النووية وتقصف كل دول العالم، لا استطاعت أن تذبح المعمورة. اليوم داعش تكفر 3/4 الكرة الأرضية، ليس أو أكثر من هذا العدد، هي ليس لديها حتى الأنظمة العربية هذه التي ربما تغض الطرف في جانب أو ربما سمحت بحدودها في بعض الأحيان، هي داعش لم ترضى على هذه الأنظمة ولم ترضى حتى على تلك الشعوب. نرى نحن كعراقيون ذقنا مرارة الإرهاب، نقول ندين أي عمل إرهابي سواء كان في السعودية أو في الكويت أو في ليبيا، هذه جرائم يندى لها جبين الإنسانية. كأناس أو كبشر نحن اليوم علينا أن نندد بهذه الأعمال. من اليوم من يضع يده بيدي ليحارب الإرهاب هو صديق، ومن يقف أو يتغاضى أو يسكت عن هذا الإرهاب نقول هو عدونا كعراقيين. اليوم حتى مسألة التدخل التركي إذا كانوا الأتراك جيرة لنا، نحن نقول إن الأتراك مجاورين للعراق، نحن لا نستطيع أن نبتعد عن الأتراك أو يعني كأنما لدينا دار وننزل في دار آخر، هم مجاورون للعراق منذ سنوات. إذا كان هذه حسن الجوار يتمتعون بهذا حسن الجوار، عليهم أن يأتوا عن طريق الحكومة المركزية، لا أن يستفزوا القوات العراقية ويدخلوا عنوة ويأتون بالدبابات ويفرضون كيف تكون المنطقة. هذا ليس مسألة اليوم، لا يمكن يعني الدول الخليجية اليوم تجتمع مع تركيا ولا تدعو أحد من ممثلي العراق ليشرح لهم الواقع ويستمعون ويقرروا مصيرها. هذا أي دولة في العالم تقبل هذه التصرفات؟ أي دولة ذات سيادة إذا كانت هي دول ذات سيادة وذات احترام وحريصة على الحفاظ على النظام العالمي والسلم الأهلي والمنظومة العالمية التي تحترم حقوق الإنسان، عليهم أن يحترمون هذه الشعوب، عليهم يعني اليوم أن يسعون يساعدون الشعب العراقي. طلب المعونة من كل دول العالم، ليس إيران فقط، طلبناها من أمريكا ومن روسيا ومن فرنسا وبريطانيا، كل يعني اليوم أكثر من 60 دولة تشارك في التحالف الدولي. لماذا تركيا لوحدها لا تأتي وتدخل بهذا التحالف؟ لماذا العرب لا يأتون ويدخلون بهذا التحالف الدولي ويأتون لمناصرة أخوتهم في العراق؟ العراق لم يستنكف من دخول العرب، لكن العرب هم من لا يدخلون بها التحالف، كأنما ينظرون إلى العراقيين كأنما شعب جاء من قارة أخرى أو من عالم آخر. نعم، أستاذ حسين، ألا تعتقد بأن إيران هيمنت على النظام سواء نظام الحكم وهمشت الجميع باستثناء المرجعيات التي تربت على أيديها في العراق؟ يعني يقول لي الأستاذ واثق بأن على العالم أن يشكر الحشد الشعبي لأنه حرر جميع المناطق وحارب ضد تنظيم الدولة، كيف تقرأ ذلك؟ يعني بداية الكل يعلم أن إيران موجودة في العراق،
هذا التواجد الإيراني ليس جديدا، وجاء بتوافق دولي، الولايات المتحدة تعلم بهذا الموضوع، وروسيا وتركيا والكل يعلم أن هناك صراع إقليمي ينفذ في الأراضي العراقية، هناك صراع مذهبي إيراني خليجي ينفذ ويصفى كحسابات في الأراضي العراقية. إذن إيران موجودة في العراق، إيران دعمت أحزابا عراقية، دعمت قنوات فضائية عراقية، ولكن هذا التواجد الإيراني على الأقل كان بموافقة الحكومة العراقية. هذا هو كما نقول أن شر البلية ما يضحك. نحن عندما نتحدث عن رفض التدخل التركي في العراق يجب أن نرفض أيضا التدخل الإيراني، وهو مرفوض ربما شعبيا، مرفوض بشكل واسع، ولكن التسليط الإعلامي، الماكينة العربية تركز على التواجد الإيراني وكأن العراق بات تابعا لإيران. العراق لم يكن تابعا في يوم من الأيام لإيران. لا ننكر التأثير الإيراني على العملية السياسية، على اختيار رئيس الحكومة، إذن فهو مسيطر. لا يأتي من هو مسيطر إلى حد ما، ولكن هذه السيطرة لم تأتي من فراغ، وإنما جاءت بموافقة ومباركة إقليمية ودولية. الكل يعلم بأن إيران تمد جماعات بالسلاح، جماعات بالمال، لكن هذا الأمر لا يهدف لحماية العراق والعراقيين. الكل يعلم والكل يجب أن يعي هذه النقطة، أن تواجد الإيراني في العراق هو من أجل أن تبقى إيران بعيدة عن دائرة النزاع الدولي والإقليمي. هي تصفي الحسابات مع الدول الخليج داخل الأراضي العراقية، هي تحتفظ بعلاقات اقتصادية ناجحة جدا مع تركيا، ولكن تصفي الحسابات المذهبية مع تركيا داخل الأراضي العراقية. وبالتالي نحن نعلم أن جزءا من موقف الحكومة العراقية ضد التواجد التركي قد يعود إلى ضغط إيراني، باعتبار أن القوات التركية متواجدة في العراق ليست وليدة اليوم، وإنما هي موجودة منذ عامين وأكثر في بعشيقة. إذن لماذا هذا الحديث الآن؟ نحن نتحدث عن العراق كحكومة، لا نتحدث عن العراق كشعب وكمكونات. نعلم جيدا أن هناك الكثير من العراقيين ممن كان حينما كانت الدول العربية تغفو على رغد، كان العراقيون يقاتلون الإيرانيين لمدة 8 سنوات. هذا الحديث لا يسلط عليه الضوء أبدا من قبل بعض الدول والأنظمة والفضائيات العربية التي تصر على أن العراقيين باتوا اليوم تابعين لإيران. العراقيون حصلوا على دعم من إيراني، لكنهم لم يحصلوا على دعم عربي أو إقليمي من أجل محاربة داعش. إذن إيران كانت وليدة الحاجة العراقية في وقت كانت الأمة العربية برمتها بعيدة جدا عن العراق. يجب أن لا نلوم العراقيين على هذا الأمر، بل يجب أن نلوم الأمة العربية التي حتى خلال الشهور الماضية افتتحت بعض الدول سفاراتها في العراق. لماذا هذا الابتعاد عن العراق ومطالبة العراق بأن يكون قريبا؟ نعم، كيف تقرأ ذلك أستاذ واثق؟ نعم، يعني أنا أثني على ما قاله الضيف الكريم، ذكرني بمسألة مهمة جدا. يعني قال إن العراق دافع 8 سنوات دخل حربا مع إيران، يعني نيابة عن الأمة العربية مثل ما كانوا يقولون. اليوم يعني تلك الحقبة يسموها أو ينعتوها للنظام السابق ولا ينعتوها إلى شعبا. أما اليوم ما يحدث يعني في العراق ينسب إلى هذا الشعب ولا ينسب إلى حكومة. اليوم الحكومة ممثلة، أنا قلت إن الحكومة ممثلة من كل المكونات، والقرار يتخذ بشكل ديمقراطي بمسألة التصويت والبرلمان العراقي، جلساته علنية وتتخذ كل القرارات. أما الامتداد الإيراني، نعم يعني اليوم عندما العراق دخلت يعني دخل الإرهاب الأسود إلى العراق، العراق لم يجد له عونا كما قال الضيف الكريم من الدول العربية، استنجد بإيران واستنجد بأمريكا. لكن اليوم الإيرانيون يعني لدينا في العراق يعني بحدود يعني ربما يربو إلى 1000 مستشار، لكن الأمريكان لدينا 4500 مدرب ومستشار. لماذا لا تسلط الأضواء العربية على يعني على هذا الكم من يعني وجود المستشارين الأمريكان؟ لماذا لا يقولون عن الطائرات المتطورة والأسلحة المتطورة وحاملة الطائرات شارل دي غول الفرنسية وغيره من الأسلحة العالمية التي دخلت يعني الدول التي دخلت إلى العراق؟ هي دخلت لأجل المساعدة. نحن اليوم كنا نتمنى أن تكون الدول العربية أول من يساعدنا على القضاء على الإرهاب، لأننا نحن قلنا وكانت بصيرتنا ورؤيتنا أعمق من الدول العربية، قلنا هذا الإرهاب سوف يعود
إلى هذه الدول. وإن هل تعتقد بأن نظام الحكم في العراق سيقبل المساعدة العربية في حال تمت، أم سيواجهها بدعم من إيران؟ يعني ستقابل هذه المساعدة بالرفض لعدم رضا الموقف الإيراني عن ذلك، كيف تقرون ذلك؟ يعني نعم. أين هي العلاقات العربية؟ أين هي السفارات العراقية؟ السفارات العربية في العراق يعني كان لدى السعودية على سبيل المثال هي مجاورة للعراق، ولديه مصالح كبيرة وتبادل تجاري كبير مع السعودية، وربما حتى الإرهاب الذي يبرم العراق اليوم سيعود مستقبلا إلى السعودية، والمصير نحن نقول حتى هذه الأنظمة ربما يعني ربما لديها خلاف مع النظام العراقي الحالي، لكن نحن نقول هذه الأنظمة أفضل من سطوة داعش، لذلك نحن نقول ننصح الأنظمة العربية بأنه يعني يتوحدوا من أجل يعني حماية الكل من هذا العدو، لكن الأنظمة العربية لم تكن إيجابية طيلة هذه الفترة ولحد الآن. شكرا. ولحد الآن الدول نعم. نعم شكرا المحلل السياسي العراقي واثق الجابري، وأيضا الكاتب والصحفي والمحلل السياسي أيضا أحسين أسد، شكرا جزيلا لكما ضيفي الكريمين، كنتما معنا في حلقة جديدة من زاوية حرجة. مستمعينا إلى اللقاء في حلقة قادمة. الثورة، سوريا مع الثورة.